بدايه المشكله انا كان ليا اصلا فلوس عند جمال دوت ان هو وقفني هنا في الشارع وخدني وايه طلعت معاه كام مشوار في الدوق على اساس ان انا اجيبه هنا تاني فراح خلع مني فاهم يعني وقفني قدام حاره كده في الدوق وقال لي استناني هنا اجيب حاجه ودي او جايه لك حتى هو كان معاه تليفون وقلت له طب هات رقمك عشان لو غبت ارن عليك ما اعرفش اطلقك قال لي لا ده هو ثانيه بس اجيب حاجه من جوه واجي فقلت له ماشي واقف هناك قدام الحاره فقالوا لي انت مستني مين؟ قلت لهم انا مستني جمال امس، قالوا لي جمال امس، جمال امس مين؟ قلت لهم ان من الرزاز عندنا، قالوا لي اه جمال امس، قلت لهم هو دخل عندكم؟ قالوا لي لا، قلت لهم ازاي ده هو ايه؟ قال لي ان هو دخل عندكم ورجع تاني وانا قاعد مستنيه، قالوا لي لا ده هو كل مره يجيب واحد بتاع توك توك هنا ويسيبه واقف عيني ويطلع من هنا من حته كده على جبل ويروح يطلع على بيته، فانا ما اقتنعتش بالكلام ده، فضلت برضه قاعد شويه تاني ما ظهرش ورحت جاي على اخواتي هنا قلت لهم حصل كده 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 قلت لاخويا اسمه خالد ده قال لي منك ليه؟ رحت قلت له يا عم خلاص ماشي سبته بقى فشفته ساعه ايه؟ ساعه المشكله فطلعت قلت له يا جمال ينفع يعني اللي انت عملته معاه دوت يعني انا غريب عشان تاني معاه كده بيقول لي اللي انا عملته معاك قلت له انت سبتني ومشيت ومش عارف ايه ولا مش هتكلم معاك في حاجه بس انا عايز حق ايه؟ عايز 100 جنيه حق المشاوير اللي انت عملتها معايا عشان انا راجل شغال على التيك توك دوت. هل انا ما شفتكش اصلا انا اعرفك منين انا مش عامل نفسه ايه مش فاكرني ولا يعرفني. المهم شدنا مع بعض فطلعت مني فطلعت عم علاء ده. عم علاء واقف بيحل بيقول يا ابني في ايه يا ابني في ايه ليك حق هتاخده وعليك حق مش عارف هو اصلا بص يعني هو مش قريبي بس راجل يعز عليا قوي يعني فوقفت وسكت فجمال دوت راح زهقني. فانا وقفت واحد زقيته بتكلم معاه وبتاع راح ايه دارت المشكله على كده لقيت لك ازاز نزل من فوق وجماهير بقى الناس اللي هي ايه اللي عندهم دول فاهمني والمشكله دارت على كده اديت بيه ازاز وطوب راح عينه في الراجل في الارض حط له ملهاش دعوه بيها اصلا ولا ليه في المشكله فانا حق الراجل ده بس هو اللي مطلوب اعرف ان هي توصل لكده ما كنتش عايز ال 100 جنيه ولا كنت هطلعه انما علينا كان قالب من فوق مش طوبه قالب كده كان مكسرين حيطه او عمود اول واحد ما جاش فيه جه عندنا على جنب رجلي بالظبط والتاني جه عليه هو يعني طول كله كان معطوف على الراجل اللي كان بينزل الناس اول ما الناس رفعته فكرنا انا كوره الدم كده من دماغه كان لك لسه فاتح الموتور يا دوب ما وصلش المستشفى توفى هم طبعا الدكتور الاسم عشان الاسم هو اللي يجي هنا الاول عشان ما يحصلش اي حاجه الاسم جه على طول واتلمت الدنيا اسمي صالح علاء احمد متوفي علاء احمد حكيت واقف زي بنزل ببص لقيت زي كده واقف الناس بيحوشوا والجمال ده بعيد الناس بيعيط فشد مع بعض بقى الكلام لقيت ازاز اتحرك لقيت بقى ازاز اتحرك كان عندهم الكلام ده فبيقول كده وبيقول كده فاحنا بنحوش هو بيقعد يراقب الناس وبيقول ينزلنا على الارض بيحوشوا كده هو يعني رجع ورا واحنا واقفين قدام وبنحوش الناس هي كانت فرح من سواق التوك توك من سواق التوك توك اللي اسمه جمال ده واحد سواق توك توك ولا حد مين مع سواق التوك توك؟ قرايبه بقى وناس من عنده هم بعد اتخانقوا كده فجمال ده راح لف من شارع كده وطلع على سطح في نص الخناقه وبقعد في حدث اول طول انا بشوفها لسه راجل على ابويا الحته الثانيه نزلت عليه وانا بحوش حتى الازاز بيجي عليا واتعورت كان في مشكله بيني وبينه قبل كده عشان شتم ابويا وجوز عمي غلط فيهم كان في مشكله بين واحد اسمه جماد وسواق توك توك هو نزل كان بيزعق مع بعض وكده هو نزل عشان يفضل المشكله دي يعني زي اي واحد بيشوف مشكله بيقف معاهم فشد مع الواد والواد طبعا هو اصلا بتاع مخدرات وكان في قبل كده اصلا من فتره كان في مشكله وخلصت يعني واخويا بيكلمه بيقول له خلاص مش خلاص مش عارف ايه وكده مد ايده على اخويا وجري طبعا الناس اللي تبعهم عيله السبع طلعوا حدفوا علينا ازاز وطوب وكده طبعا احنا اول ما طلعنا ناحيتهم كده عشان نفضل المشكله جسمه كمان ده طلع فوق البيت اللي تبعهم رمى كذا حجر اول حجر ما جاش فيه جه ناس كانت واقفه وتاني حجر جه رمى فوق بس فطبعا وقع الناس خدوه على المستشفى وكده اول ما رحت المستشفى وبشوفه فيه ايه قالوا لي البقاء لله ابو صالح ده احنا مسمينه الاستاذ ما
بقى معنى كلمة الأستاذ. أبو صالح ده كان زمان كان هو اللي بيعلمنا الصح من الغلط، كان بيحتوينا، كان أخ كبير للناس كلها وللشباب كلها في المنطقة، كان راجل بمعنى الكلمة. أبو صالح ده يعني مش قادر أقول لك، يعني كان زي الملاك. راجل مثلا بيروح الشغل الصبح يرجع بعد الظهر من الوظيفة، يجي يفتح محل يقعد بيسأل على حبايبه وأصحابه، ودايما مجمعنا لو في أي فرح حزن في أي واجب عند أي حد فينا، كان هو القائد بتاعنا يجمعنا وناخد بعضنا ونروح. كان دايما يوعينا الصح من الغلط، لو أي حد فينا فيه مشكلة كان أول واحد فينا تلاقيه هو واقف موجود. الصراحة كان أخ كبير لكل الناس ولكل المنطقة، والصراحة إحنا لغاية دلوقتي مش مصدقين اللي حصل. مش موت الراجل ده، يعني الراجل ده ما يموتش الموتشة دي.